ظن ان الهدف الاول ديالنا منذ بدايه السنه هو ثلاث مقاعد اولى، لان هي اللي كتخول لنا مشاركه افريقيه، ولكن الطموح ديالنا كنظن دي غادي يكبر ان شاء الله حسب الريزلت اللي غادي نحققوا في المقابلات المقبله. علاش لا، حنا دابا الاوبجيكتيف ديالنا كنظن ان قربنا غادي كنقربوا ليه، والا كان بامكاننا نلعبوا على البطوله راه حنا غادي نلعبوا عليه. بطبيعه الحال منذ القدوم ديالو يعني حققنا عده نتائج ايجابيه، كنظن ان كل النتائج كانت ايجابيه. كانت البصمه ديالو بطبيعه الحال لا تكتيكيا ولا خاصه لعبنا على الجانب المعنوي، الشيء اللي كيعطينا هذه القتاليه اللي رحنا كنلعبوا بها. كنتمنى نواصلوا على هذا المنوال ما تبقى من بطوله، لان الوجه الحقيقي ديال الجيش الملكي هو هذا.